بسم الله ما شاء الله. لو عايزين تعرفوا يا جماعه ازاي عملنا ورقه اللحمه في الكيس الحراري باسهل طريقه واسرع طريقه، والريحه والطعم ان شاء الله اللهم بارك حاجه تحفه جدا. تابعوا معايا لنهايه الفيديو وشايفين البخار عامل ازاي، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان متابعه صفحه الفيسبوك في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف. تابعوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض ورقه اللحمه، بس هنعملها بطريقه اسرع عشان تستوي معانا اسرع. في كيس الحراري معايا هنا مقدار من اللحمه، في قده مقدار من البصل متقطع، معايا مقدار حوالي نص كيلو من البطاطس المتقطعه شرايح تخينه، هي وجزر متقطع شرايح تخينه، معايا هنا كاتشب معمول بيتي يا جماعه او صلصه تقدري تستخدمي صلصه، معايا هنا 3 طماطمات صغيرين متقطعين شرايح، بهاراتي مستخدمه ملح وفلفل وقرفه وقرنفل، وكمان بهارات شاورما او بهارات لحمه لو عندك. تمام. ونسيت اقول لكم ان معايا كمان حوالي 5 فصوص ثوم مفرومين مع نص قرن فلفل مش حراق، لو عايزاه يبقى حراق دي حسب الرغبه. بنزل كده يا جماعة الخير في الكيس الحراري هو الكيس الحراري هو يا جماعة بنزل فيه بالبصل، وبعدين البهارات بديهم تقليبة حلوة قوي. بعد كده بنزل بالثومة بقلب برضو، بنزل بالثومة وبقية الخضار، بنزل بالثومة وبقية الخضار. مهم قوي يا جماعة نقلب البهارات مع البصل، هتفرق معاكي في الطعم. بنزل باللحم وبقلب حلو جدا، بنزل بالكاتشب وبالطماطم اقلب حلو جدا 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 جدا. بقى مش قادره اقول لكم ريحه عامله ازاي بعد ما مزجت المكونات كلها. دلوقتي هنقفل الكيس الحراري. قفلت الكيس الحراري يا جماعه ومسخنه الفرن جدا جدا، هدخله على الرف التحتاني في الفرن لمده نص ساعه على نار عاليه، بعد كده هخفض النار لنار متوسطه مده من ساعه لساعه ونص حسب الفرن بتاعك، وهوريكي شكلها باذن الله بعد ما تخلص. عايزه اقول لك ان انا ريحتها وهي تحفه، وانا بقلب اصلا بدون قبل التسويه حتى، ان شاء الله تطلع نتيجتها مبهره وجميله وتعجب حضراتكم، وتنفع في العزايم وتنفع في الخروجات، وكمان اكله سهله وسريعه. بقى ورقه اللحمه وهي جوه الكيس الحراري، اللهم بارك، الريحه تحفه والطعم ان شاء الله يطلع تحفه، وهوريكم شكلها باذن الله لما تخلص. بسم الله ما شاء الله. لو عايزين تعرفوا يا جماعه ازاي عملنا ورقه اللحمه في الكيس الحراري باسهل طريقه واسرع طريقه، والريحه والطعم ان شاء الله اللهم بارك حاجه تحفه جدا. تابعوا معايا لنهايه الفيديو وشايفين البخار عامل ازاي، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان متابعه صفحه الفيسبوك في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف. تابعوا معايا.